سؤال: توفيت زوجتي منذ 5 أعوام وأريد الزواج من صديقتها بعيدا عن الأوراق الرسمية وهذا بالاتفاق، فما أركان صحتي؟ الأركان التقليدية الولي والشهود المهر، يعني زواج عادي يحضره ولي زوجتي ويحضره 2 من الشهود، يبقى الصيغة أن يقول ولي الزوجة: زوجتك ابنتي أو موكلتي على الكتاب والسنة وصداق المسمى بيننا. الزوج يقول قبلت، الشهود يشهدون. ألا يتواصوا بكتمان هذا خروجا من خلاف من قال من المالكية إن التواصي على كتمان الزواج لا يجعله صحيحا. يبقى بعد هذا إن التوثيق ليس من أركان الصحة لكن من الضمانات القانونية المهمة، لأن إذا حدث نزاع في المستقبل هذه المرأة ستجد نفسها في العراء. ليس هناك شوكة ولا سلطة ولا قضاء يحميها وتستطيع أن تستعديه لكي يدفع عنها الظلم ولكي يسترد لها حقوقها المهدرة إن حدث ما يقتضي ذلك في المستقبل. فأنتم ائتمروا بينكم بمعروف.